ذلك زاهر، منذ قليل أطلقت رشقة صاروخية تجاه جديروت ما أدى إلى إصابة إسرائيليين بجراح خطيرة وبالغة الخطورة. القبة الحديدية على ما يبدو لم تنجح في اعتراض الصواريخ التي أطلقت، وسقط واحد منها على مبنى تسبب بإصابة مباشرة، وبالتالي أصيب إسرائيليان بجراح خطيرة وبالغة الخطورة. على إثر هذه الأوضاع واستمرار الرشقات الصاروخية من قطاع غزة، تعمل السلطات الإسرائيلية على إخلاء كامل لجدروت ولكافة المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة. جدروت ليست ضمن المنطقة التي يطالب الجيش الإسرائيلي بترحيلها وبإجلائها وبإخلائها إلى مناطق أخرى، لكن نظرا لاستمرار القصف ونظرا لحالة الدمار التي تمر بها المدينة، البنية التحتية فيها مدمرة، لا توجد فيها متاجر، لا توجد فيها محلات تجارية، تقريبا خاوية على عروشها، لا يوجد فيها أي شيء. يطالب رئيس البلدية، رئيس بلدية جديروت، بإخلائها وبالنقل الإسرائيليين إلى مكان آخر. قسم منهم لم يغادر، بقي هناك من تلقاء نفسه، ينتظر الجيش الإسرائيلي أن يأتي إلى تلك المناطق وأن يخليه إلى مناطق أخرى نظرا للأوضاع. لكن الجبهة الإسرائيلية الداخلية، هذه الحرب موصومة عند كثير من الإسرائيليين بالبطء، بالتخبط.